الأصل أنا مقدسي من هون، والحمد لله من كان عمري تقريبا بحدود ال 35 سنة، فهلقيت حاليا 75 سنة عمري مضى من عمري، فالحمد لله رب العالمين بلشت بهذا الشغل، وكان هدوء وما أحلاها كانت أولها، رغم المخالفات وهذا بس كان في رواء وهدوء، وأنا بداخل البلد أني أنا معتز في هذا الشيء، كتير كتير يعني الحمد لله. يعني هذه نعمة كبيرة بتمنوا من آخر الدنيا يجوا على هون، فالحمد لله رب العالمين صبرنا وصمدنا والله يجعلنا من المرابطين المحتسبين لله إن شاء الله. ببيع حلويات، أرشلة بسمسم، أرشلة بدون سمسم مع ينسون، بعدين معمول بعجوة، معمول بجوز، دحدح، شمية، هريسة، لقمة بسمسم، براز أشمية، كعك بينسون، هيك أشياء يعني الحمد لله، والحمد لله ماشي الحال والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. الانتفاضة الأولى كانوا يعطونا 3 ساعات نبسط فيهم عن ال 24 ساعة، لأنه كانت الطرق مفتوحة وما أحلاها مش تمام، لكن اليوم الوضع يختلف كليا، يعني أنا بضل تقريبا لغاية الساعة 10 بالليل اليوم، يعني أنا معروف وإلي زباين وإشي وهذا ولا لا شيء، هي دكاكين كلها فاتحة على الفاضي. أنا ساكن قريب منه، قريب كثير، اسمه هو أبو فهمي طقش، ملك الحلويات في باب العمود، هو عنده محل، عنده جوا، عنده في غرفة بيسوي فيها الحلويات، ابنه اللي بيسوي الحلويات وبيطلع له إياها بالطبع على البسطة، والله معطيه، شايفة هلأ بيسوي هريسة، بيسوي دحدح، بيسوي معمول، شايفة هريسة قلناها والله بعث له الرزق الحمد لله رب العالمين، وهو مشهور يعني فيها، يعني كل الناس بيعرفوه بالطبع بيجوا بياخذوا من عنده الاشي الزاكي، انا باخذ من عنده معلوم، باخذ من عنده وبيعطيني وبيعطي الكل، اصلا الكل بيجي بياخذ منه.